خليني أخذكم في جولة على الموديل إلى الدبلكس هذا الجميل في مساحة خضراء. طبعا شفتوها في البداية، وأول ما ندخل على طول في على إيدكم اليسار هذه المنطقة الجميلة المجهزة بكل الخدمات مثل ما أنتم شايفين، دورة مياه مثل ما أنتم شايفين جدا جميلة وأنيقة، الألوان مريحة، الإضاءة مدروسة فعلا بجودة عالية. شوفوا جمالية غرفة الطعام بالمساحة اللي شايفينها قدامكم والديكورات المتكاملة مو ناقصها ولا شيء. بعدين عندكم جلسة هنا أيضا ثانية مريحة وأيضا أنيقة كالمعتاد مثل باقي الدبلوكس. خلوني أخذكم بعد إلى المطبخ، والمطبخ عالم ثاني. شوفوا جمالية المطبخ وجهوزية المطبخ ما شاء الله، مجهز بس ادخل واسكن على طول. في ايضا دورة مياه ثانية ما شاء الله، وايضا منطقة هنا ممكن تستغلوها للتخزين. الدور الاول في ما شاء الله تبارك الرحمن غرفتين نوم ممكن يكونوا للاولاد، وغرفة ماستر روم، وايضا مساحة ممكن تستعملوها كغرفة ملابس. الدور الثالث ما شاء الله ملحق في غرفة مع دورة مياه جاهزة ممكن تستخدموها إلى الخادمة أو الأحد، وأيضا في مساحة للغسيل وفي الروف أو السطح ممكن تستفيدوا منه أيضا ما شاء الله، برح وجميل. الارتداد عندكم أيضا ممكن تستفيدوا منه ومستغلينه بطريقة جميلة، مشجر وفيكم تحطوا فيه جلسة أنيقة ومريحة. بسم الله خليني اوريكم الفيلا من الداخل. احنا الحين في الدور الارضي، اول ما تدخل في هنا موزع ما شاء الله جميل وانيق، وايضا عندكم مجلسين على اليمين وعلى اليسار ممكن تستغلوهم للنساء والرجال، وايضا دورة مياه انيقة بالوان ما شاء الله جميلة زي ما انتم شايفينها هنا، وايضا في منطقة مخصصة ممكن نستغلها الى جلسة او غرفة طعام. غرفة الطعام مفتوحة على الصالة، تقبلوا ضيوفكم بكل أريحية، وأيضا في مساحة تخزينية ما شاء الله مستغلين جميع المساحات ممكن تحت الدرج تستفيدوا منها في تخزين أغراضكم. الصالة الثانية بهذه الجمالية ممكن تستعملوها كجلسة للعائلة لأنها مطلة على مطبخين، المطبخ المفتوح هذا اللي قدامكم مكتمل الخدمات زي ما أنتم شايفين، وأيضا في الديرت كيتشن ممكن تستعملوه إلى الطبخ القوي. الدور الأول أول ما تطلعوا من الدرج في صالة جدا مريحة وأنيقة، وأيضا دخلكم على ممر موزع إلى الغرف في غرفتين نوم ممكن تستعملوهم للأولاد، وأيضا مجهزين بدواليب ومؤسسين بالكامل، وفي عندكم تخدمهم دورة مياه مشتركة. في غرفتين تقدر تستخدمهم كماستر روم، لكن هذه الغرفة الأكبر مساحة جميلة جدا، اتساع زي ما أنتم شايفين وذوق ورقي في التصميم. عندكم أيضا هنا منطقة ممكن نستعملها كغرفة ملابس مؤسسة بالكامل، وأيضا دخلكم على دورة مياه جميلة ومتسعة. هذه الغرفة الثانية الماستر في أيضا معها ملحق تقدر تخصصوه إلى الملابس ودورة مياه. الملحق اللي هو الدور الثالث أول ما تطلعوا في غرفة وأيضا فيها دورة مياه ممكن تستخدموها إلى أي غرض أنتم حابينه، وفي مساحة أيضا للغسيل وممكن تشوفوا هنا الروف.